التحقيق هو مركز تقنيات المعلومات في جامعة الكفيل، أنجز فد نظام يدعم نظام بولونا، وراح يكون هذا النظام معتمد في الجامعات العراقية الحكومية والأهلية. هذا النظام يحقق مساحة للطلبة والتدريسين، حيث التدريسي ممكن أنه يقدم أكبر كم من المواد والمواد متنوعة ضمن فترة زمنية قياسية. أيضا الطلبة راح يكون عندهم إمكانية أنه يصعدون إلى مراحل أخرى ومراحل أعلى رغم أنه أخفق في أكثر مادة. أيضا القضية الأساسية هي سهولة انتقال الطلبة بين الجامعات العراقية والجامعات الدول الأجنبية اللي تعتمد على نظام مسار بولونا. شكرا جزيلا لجامعة الكفيل لاستضافتها الورشة التدريبية الخاصة بإعداد وتهيئة البرنامج الإلكتروني لمسار بولونيا التعليمي. حقيقة هذا البرنامج الإلكتروني يعد خطوة مهمة ومتميزة لتهيئة الطالب للولوج في المسار التعليمي الجديد مسار بولونيا، من حيث توضيح الطالب بكل ما يتعلق بهذا المسار من مناهج دراسية، من مفردات دراسية، وكل ما يتعلق بالمسار. جامعة الكفيل، إبداع وتميز ورصانة.